ما هي بقى الخطة اللي احنا بنبتدي من الفترة دي حلولات المجتمعات الثقافية المختلفة بقى خارج نطاق المجتمعات المساهمة والمشاكل المجسدة؟ بالتأكيد يعني لو كنا بنقول إن التحدي الكبير النهاردة قدام الطاقة والمية، ولكن هناك تحدي أكبر اللي هو جودة حياة الإنسان المصري ومعدل الزيادة السكانية اللي هي زادت عن 2% يعني 4.03%، معنى كده إن خلال 40 سنة عدد سكان مصر سيتضاعف، يعني مع تفاعل ممكن مع برنامج قومي للسيطرة على زيادة السكان ممكن نصل إلى فوق 150 مليون. الواقع المؤلم إن مساحة مصر 1 مليون كيلومتر، إحنا عايشين على في حدود 50,000 كيلومتر مربع، يعني 5% بلس. الواقع المؤلم الآخر إن هذا العام والعام اللي فات، يعني خلال الفترة القليلة اللي فاتت، 36,000 فدان من أقوى الأراضي الزراعية تأكل. إذن ليس أمامنا غير تنمية مجتمعات وطنية جديدة، اللي هي بدأت الحقيقة من أكثر من 30 سنة. ولكن لما نيجي نبص النهارده للواقع، هل فعلا هذه المجتمعات العمرانيه الجديده قدرت تستوعب الاعداد المخططه؟ بلا شك هيقول لا، التكدس بيزيد، الوادي خلاص الدلتا ضاقت بيها. ساعات الواحد بيفكر، هل احنا عبء على الوطن؟ لا، احنا مش عبء على الوطن، احنا مش